لو انت جاي الغردقة عشان بتقضي يومين، النهاردة انا جايب لك المكان الافضل للفئة الاقتصادية. فين؟ ليالي ابارتمنت. ليالي ابارتمنت هو مكان زي ما انت شايف كده بيقدم غرف فندقية بسعر والتكلفة بتاعت الشقة العادية. في نفس الوقت هو المكان بيقدم غرفة في حمام ومطبخ. دي شكل الغرفة في ليالي ابارتمنت. اول ما بتخش الغرفة في سرير كبير، في دولاب كبير جدا تقدر تحط فيه كل الحاجة اللي انت محتاجها. الغرفة دي مناسبة لأي حد حابب يجي يقضي يومين هنا في الغردقة. في هنا برضك شفونيرة تقدر تحط فيها حاجتك. دي من أفضل الغرف الفندقية الاقتصادية الموجودة هنا في الغردقة. في مراية برضو موجودة في الغرفة. أكتر حاجة بتميز الغرفة الموقع بتاعها إن هي تعتبر في نص البلد. المميز اللي موجود في المكان ان المكان ده بيقدم غرفة فندقية بسعر اقتصادي. لو انت جاي انت واصحابك، لو انت جاي انت ومراتك، تقدر تقضي يوم او يومين وتخرج وتستمتع في البلد وتروح كل الاماكن اللي انت نفسك تشوفها. في مكوى، في تكييف، الاضاءة طبعا موجودة بتاعت المكان، شكل المكان حلو، في ترابيزة مكوى دي بالنسبة للكاميرات الموجودة في المكان، في اباجورة، السرير، الدولاب، كل حاجة تعتبر موجودة. هفرجك على بقية الاستوديو عامل ازاي. ده كده شكل الحمام، في غسالة صغيرة، طواليت، ده شكل الدش. نطلع من الحمام، دي بقى بقية الشقة. اول ما بتطلع في ترابيزة، في انتريه، تمام، في ميكروويف، في كاتل، في كوبايات، سكاكين، مجات، معالق. هنا برضك في اطباق لو انت حابب تسخن في حاجة برضك، تمام. في تلاجة صغيرة، في ميكروويف، في كاتل برضك لو انت حابب ان انت تغسل او تعمل اي حاجة برضك، هما سايبين لك بريل. في بوتاجاز صغير لو انت حابب تسخن عليه، مثلا لو انت حابب ان انت تجيب اكل وتسخن عليه. تلفزيون. شكل المكان حلو ومناسب بالنسبة للفئة الاقتصادية لو انت حابب تيجي الغردقة وتقضي مكان. سعر الغرفة دي 500 جنيه في الليلة الواحدة شامل الخدمة والضريبة. لو عجبك المكان ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب وفولو وفعل زر الجرس، وما تنساش تسيب لنا في الكومنتات ايه الاماكن التانية اللي انت تحب تشوفها في الغردقة.